اللجان التي شكلت دائما ما تكون لديها أو عليها خطوط حمر لا تستطيع تجاوزها، والحقيقة يعني نتائج تلك اللجان قد تودي برموز النظام السياسي أو شخصيات كبيرة فيه. يعني في ملف مكافحة الفساد دائما ما أستشهد بكلام السيد علي الأديب حينما يقول إذا تم فتح ملفات الفساد بشكل كامل سينهار النظام السياسي، لأن معظم الرموز السياسية أو إذا لم يقل كلها متورطة في الفساد، وكذلك متورطة في قضايا الانتهاكات والقتل، وبالتالي هذه اللجان لن تخرج منها نتائج أبداً.